يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع رفع اليدين للدعاء بين الأذان والإقامة؟ لا، ما ورد رفع اليدين، أما الدعاء فمشروع لكن من غير رفع يدين. نعم. وما المواضع التي يشرع فيها رفع اليدين للدعاء؟ كل المواضع يشرع فيها رفع اليدين في الدعاء، إلا ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه. نعم.